في الوقت الذي تصاعد فيه الولايات المتحدة حملة اتهاماتها للصين بغياب الشفافية فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد، دخلت أستراليا على نفس الخط وشاطلت الأمريكيين مخاوفهم من سياسة بكين. وزيرة الخارجية الأسترالية دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في طريقة الاستجابة العالمية للوباء، وقالت إن بلادها ستطالب على وجه الخصوص بإجراء تحقيق في كيفية تعامل الصين مع الوباء في ووهان، البؤرة التي انطلق منها في نهاية العام الماضي. اتهامات وانتقادات رفضتها بكين، التي أكدت أنها تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمسؤولية وشفافية. لمناقشة هذا الموضوع معنا من بكين الخبير في الشؤون الصينية لي وان تشينغ، ومعنا من ولاية فيرجينيا الأمريكية الدبلوماسي الأمريكي السابق بريت بروين. مرحبا بكم سيد بروين. دعني أستوضح منك أولا اعتراض الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، الآن انضمت أستراليا إلى هذه المسألة، على الصين. هل هو يتعلق بأنه الصين كان في عندها تقصير في إيصال المعلومات في أولا بأول عندما بدأ هذا الوباء، أم ماذا تحديدا؟ هل هناك تقصير متعمد من وجهة النظر الأمريكية، أم أنه تقصير ربما بسبب يعني لأسباب أخرى؟ قبل كل شيء دعني أقول بأنه لا أعتقد أن الولايات المتحدة أو أستراليا تقفان ضد الصين أو موقف ضد الصين. نحن هنا في الولايات المتحدة مثلا هناك 40,000 من الموتى بسبب هذا الفيروس كوفيد-19. هذا طبعا أمر يتعلق بالحياة والموت. الصين ينبغي أن تكون منفتحة أكثر، ينبغي أن تقدم لنا معلومات التي يحتاجها الأطباء وموظف قطاع الصحي، كيف يمكن حتى نساعد في كيفية الحد من هذا الفيروس، وأيضا مثلا في كيفية انتقال العدوى، وهل تنتقل العدوى عبر الأسطح كما يقال. والصين لم تعطي معلومات كثيرة في البداية، وفيما يخص أي تفاصيل كنا نحتاجها هنا في الولايات المتحدة وأيضا الدول الأخرى كانوا يحتاجونها لمكافحة هذا الفيروس. هل أفهم منك عندما ذكرت الرقم 40,000 وفاة أنك تحمل الصين مسؤولية هذه الوفيات سيد بروين؟ لا أعتقد، لا ليست هذه، ليس هذا الوقت حتى نحمل المسؤولية. هذه اللحظة للعالم حتى يتحد ويوحد جهوده، ولكن للأسف ما يحدث هو أنه لا يزال هناك ديناميكيات جيوسياسية تلعب هنا، والصين يبدو أنها مصممة على أن لا تقدم طبعا الأقنعة وغيرها، ولكن لا تقدم المعلومات التي تنقذ حياة الناس. هذه المعلومات هي التي ينبغي أن تقدم، وينبغي أن تقدم كاملة، وينبغي أن نعرف كيف تعاملوا مع هذا الوباء في ووهان والمناطق الأخرى من الصين. طيب سيد لي، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. ما رأيك؟ هناك الكثير من الانتقادات المتزايدة الآن تجاه الصين من الولايات المتحدة، من أستراليا، من دول أخرى، بأن الصين لم تكن شفافة بما فيه الكفاية حول هذا الوباء. وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين تقول بالحرف الواحد: قلقنا فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ نقطة عالية جدا. وتقول أيضا: المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة، وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك، وأستراليا ستصر تماما على ذلك. لماذا هناك انطباع لدى هذه الدول بأن الصين أخفت الكثير من المعلومات سيد لي؟ هذه في الحقيقة أنا أعرف أن أمريكا هي التي تبادر في طرح هذه الاتهامات على الصين، والدول الغربية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا تتابع أمريكا في هذه المواضيع. في الحقيقة أن الصين في البداية أعلن بكل شفافية قبل انتشار هذا الفيروس، وجود هذا الفيروس في بداية شهر يناير لهذه السنة، وأخبر منظمة الصحة العالمية وبعض المنظمات والدول الأخرى أيضا بما فيها أمريكا.
ولكن في البداية هم لا تعترف، لا تهتم بذلك. مثلا الصين بعد القرار إغلاق مدينة ووهان التي كعدد سكانها 11 مليون سكان، هذا مدينة كبرى، مدينة مركزية، تم إغلاقها وفي ذلك 23 يناير يوم، وذلك في ذلك الوقت أمريكا لا يوجد إلا إصابة واحد فقط، ولكن الجانب الأمريكي لم يولي اهتماما كافيا. وأخيرا انتشر تدريجيا ومتزايدا ويحمل مسؤولية إلى جانب الصين، يقول لم تكن الصين، لم يكن الصين في إعلان الشفافية، ولكن التاريخ سيدل على كل صحة ذلك. لا نتجادل مع أي خبر، أي جانب من جوانب من الدول الغربية هذا، ولكن التاريخ سيدل على ذلك. هذا ولكن سيد لي هناك أسئلة إذا سمحت لي، هناك أسئلة يعني أساسية وجوهرية العالم ينتظر من الصين إجابات عليها. على سبيل المثال، من أين جاء هذا الفيروس؟ هل جاء من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق الخفافيش؟ هل تسرب من مختبر علمي؟ يعني الصين لم تعطي إجابات محددة على هذه الموضوعات. من أين جاء هذا الفيروس؟ لأن مثل هذا الفيروس في الحقيقة الأول من اكتشف في الصين في مدينة ووهان بالضبط، ولكن مصدرها فين حتى الآن لم يحدد بعض. هذا يعتمد على من؟ على من؟ على البحوثات العلمية. البحوثات العلمية العالمية تنتشر في مختلف دول العالم، لا تقتصر على الصين فقط. هي التي ستكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة لتحديد مصدر لوجود لظهور هذا الفيروس، هذا الأول. وثاني، مع أن أول من اكتشف في مدينة ووهان، ولكن في ذلك الوقت لم يحدد أي ناس في العالم أن ووهان هي مصدر أو هي مصدر الوحيد لظهور هذا الفيروس. وفي بعض العلماء الخبراء على مستوى عالي جدا، بما فيها بعض الخبراء أمريكا، هم أيضا هم اكتشفوا أن في السنة الماضية، في سنة 2019، اكتشف في أمريكا الظاهرة متشابهة مع هذا الفيروس، يعني من ناحية وصولها، من ناحية البحوثات العلمية، وجدوا أنه متشابهة مع النمط أو ظاهرة هذا الفيروس. هذا أيضا لم يتأكد أخيرا. فكل هذه الأقاويل لم تكن دليل أكيد، فالآن لا يزال في قيد البحث والدراسة. فأثناء هذه المرحلة لا يمكن أن نحدد ونتأكد أن مصدر الوحيد في ووهان وفي الصين. هذه الكلمة كلمة ليس مسؤولية وليس لصالحة لمقاومة لمكافحة سويا لمواجهة انتشار فيروس في العالم في الوقت الحاضر. طيب سيد بروين، ما رأيك في هذا الكلام؟ أولا سيد لي يقول أمريكا هي من تطلق هذه الاتهامات والدول الغربية الأخرى تسير وراءها، يعني الولايات المتحدة، إدارة الرئيس ترامب تحديدا تطلق هذه الاتهامات تجاه بكين، ودول مثل أستراليا، مثل بريطانيا، مثل فرنسا تحذو حذوها. هذا واحد. الأمر الآخر، يعني لا يوجد دليل حتى الآن كما قال السيد لي أن هذا الفيروس كان مصدره ومنبعه الأول داخل الصين، كيف ترد على ذلك؟ دعني فقط أبدأ بالنقطة الأولى أولاً، أو هذه النقطة، فبأنه نحن لقد حددنا بأن ووهان هي المصدر. ليس هناك أي منظمة مثلاً علمية قد اقترحت بأن هذا الفيروس قد جاء من أي دولة أخرى أو من أي منطقة أخرى غير ووهان، سواء جاء من سوق أو من مختبر في ووهان، ولكن نعرف
نعرف أنه أتى من ووهان، ونعرف بأن السلطات الصينية تحاول أن تلقي اللوم على ربما نظريات أخرى حتى تقول بأن الفيروس لم يأتي من ووهان، وهذا أعتقد بأنه خطأ، وهذا نشر لمعلومات مضللة، لأن الصين تحاول الآن أن تفوز بمعركة سياسية وخاصة داخليا بدلا من إنقاذ حياة الناس. أعتقد بأنه علينا أن نركز بأنه ينبغي الضغط، أن يكون هناك ضغط دولي على الصين حتى نحل هذه المشكلة معا وحتى ترد على أسئلتنا، لأنه من دون أجوبة من الصين فإن أشخاصا آخرين يتضررون أكثر فأكثر. طيب خليني أقاطعك سيد برون، عندما يعني نقول نريد أجوبة من الصين، أعطيني سؤالين حتى نطرحهم على السيد لي ونرى إذا كان هناك أجوبة متوفرة في الصين على هذه الأسئلة. مني؟ هذا لو لا لا خلينا نسمع سيد لي، خلينا نسمع من السيد برون أولا. حسنا، الصين طبعا قد نجحت مثلا داخل البلاد داخل الصين، ولكنها لم تعطي التفاصيل بشأن كيف هذا الفيروس مثلا تم وقفه وكيف انتقل وكيف ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية والتي كانت فعالة، وأيضا الخطوات التي لم تكن فعالة. هذه هي الأشياء التي لم تتحدث عنها الصين، ولكن حان الوقت حتى يعرف العالم الجواب. سيد لي، لماذا تخفي بكين هذه المعلومات الأساسية؟ إذا كانت بالفعل مهتمة بحماية الأرواح حول العالم، لماذا لا تقول ما هي خطوات وقف انتشار هذا الوباء؟ هذا في الحقيقة سؤال خطأ في البداية. الحكومة الصينية لم تخفي أي معلومات التي يجب إعلانها عالمياً. هذا السبب هو أولا الصين في البداية تفاجئنا انتشار هذا الفيروس، هذا لم يكن عندنا، وأيضا دول أخرى أيضا لم يكن عندنا الخبرة، هذا أول. وثاني، إحنا وفرنا واستفدنا في التجارب والخبرة، وأيضا أخيرا حققنا انتصارا مرحليا نقول، خاصة في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، فهذا يدل على شيء، يدل على صحة السياسة، وثاني يدل على صحة الموقف موقفنا، وأيضا الثالث هو نعترف بوجود التعاونات الدولية من بداية انتشار الفيروس في داخل الصين. في ذلك الوقت اتخذنا سلسلة من الإجراءات، بعضها فعالة كما يعترف هذا الخبير، أيضا خبير أمريكي أيضا يعترف بنجاح اتخاذ هذه الإجراءات، ولكن لما أعطينا نعطي هذه النجاح هذه الإجراءات إلى دول أخرى، الدول الأخرى بعضهم تقلد وتتخذ نفس الإجراءات لمنع انتشار، ولكن بما فيها بعض الدول يعترض ذلك، لم يتخذ نفس الإجراءات مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية أيضا، مثلا إغلاق المدينة، هم لم يتخذ هذه الإجراءات إلا في وقت متأخر بعد انتشار بين آلاف المصابين، واضطر على إغلاق الشوارع فقط من ساعة كذا إلى ساعة كذا، ولكن عندنا يتم إغلاق المدينة بكاملها، هذا هو يعني خطوة حاسمة جدا، هذا هو مصدر نجاحنا في منع انتشار الفيروس في بداية الأمر. طيب، ولكن أيضا الاتهام الآخر سيد لي بأن الصين لم تقدم للولايات المتحدة تحديدا معلومات بشأن تفشي هذا الفيروس في أواخر العام الماضي، لا أتحدث الآن، نتحدث في أواخر العام الماضي، البعض يقول أعداد هائلة من الصينيين توجهوا إلى الولايات المتحدة، الكثير منهم كانوا يحملون هذا الفيروس، وبالتالي السلطات الصينية لم تخبر الولايات المتحدة بهذا الأمر، وبالتالي من هنا جاء التأخير في التعامل الأمريكي مع هذا الوباء. باختصار لو سمحت. هذا الكلام خطأ، لأن في تحليل واضح جدا، لأن شدة انتشار فيروس في أمريكا يرجع إلى تبادل المتزايد مع أوروبا. هناك في ذلك الوقت السواحة متدفقة إلى أمريكا من أوروبا، هذا موسم سياحي وعادة الأوروبيين، لذلك أول قرار من ترامب هو منع وصول الوافدين من أوروبا.
هذا دليل على أن هناك فيه فعلا ضغط شديد جدا لقبول عدد متزايد من السواح من أوروبا. هذا هو يعترف الجانب الأمريكي كيف يقول أن الصين هم انتشروا هذا. طبعا هناك فيه تبادل البشر بين الصين وأمريكا بطبيعة الحال، ولكن في ذلك الوقت أعتقد السيد برول يريد أن أقول أكمل الفكرة حتى ننتقل إلى السيد برول. سيد برول خليك معنا دقيقة. سيد لي أكمل الفكرة لو سمحت. أنا نعم تفضل. لأن هناك في ناس صيني يسافر إلى أمريكا، وفي أمريكا يجي إلى الصين أيضا في دابل، ولكن تقارن مع عدد أوروبيين قليل جدا. طيب. خاصة في ذلك الوقت من المعروف هم هذا العيد عشية عيد الربيع الصيني التقليدي. في الصين التقليدي معظم أغلبية الصين يرجعون إلى أوطان إلى وطننا. أيوة. معناه حتى بعض الطلبة أو المواطنين اللي يعيشون في أمريكا هم يرجعون إلى الصين وليس المقابل. طيب أعتقد الصورة واضحة. خلينا نسمع من السيد بروين، كان له ربما مداخلة في هذه القصة. سيد بروين ما رأيك؟ هو يتحدث السيد لي عن أنه العدوى ربما جاءت على الأغلب بحسب رأيه من أوروبا، من ناس قادمين من أوروبا وليس من الصين. والحقيقة هي أنه أعتقد بأنه قد انتصر ربما في هذا، لأنه قد وثقنا بأن أول حالة دخلت هنا في كوفيد-19 جاءت من شخص من يحمل الجنسية الصينية، سافر من ووهان إلى سياتل واشنطن، وكان هناك انتشار بين الصينيين هنا وانتشر في طبعا في سياتل، وكانت طبعا إحدى المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة. أعتقد بأن هذا جهد فقط لتغيير ربما الحقائق وتشويه الحقائق. دعونا فقط نحمل المسؤولية للصين، وأنا آمل بأن السيد لي والزعماء في الصين أعتقد بأنهم على الأقل بأن يعترفوا بما حدث ويعترفوا بالأخطاء، اعترفوا بقلة الشفافية في المراحل الأولى والمبكرة من الوباء، لأنه الآن في الولايات المتحدة نحن هنا مثلا في العاصمة واشنطن الناس الآن يموتون في كل ساعة، وأنا مسرور الآن بأن الصينيين الآن قد تعافوا وبأن الصين استطاعت أن تتجاوز هذا الفيروس وتمكنت من احتوائه بدرجة كبيرة، ولكن هنا في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط الحالة ليست كذلك، وينبغي على بس سيد برول اسمح لي على المقاطعة معلش، يعني أنت عندما تتحدث عن قلة شفافية من طرف الصين، هذا يدل بشكل من الأشكال على أن الصين أخفت معلومات بشكل متعمد. عندما نقول قلة شفافية، هذا يعني بأن الصين كانت تعلم بهذه المسألة وأخفت المعلومات. البعض الآخر يقول ربما الصين لم تعلم أصلا بتفاصيل هذا الوباء إلا بعد أن أصبح الانتشار على مستوى كبير. لماذا الافتراض بأن الصين أخفت عن عمد هذه المعلومات؟ لأنه فقط في الأيام الأخيرة وطبقا لتقارير هنا صحفية وحصلت على معلومات من الحكومة الصينية، أظهرت بأن الحكومة الصينية في يناير علمت بشدة الوضع وقساوة الوضع ولم تعلم منظمة الصحة العالمية ولم تعلم أيضا الدول الأخرى، وأعتقد بأنهم ربما أجلوا هذه المعلومات وإظهار هذه المعلومات، وكل هذا أدى إلى عرقلة العالم في الرد على هذا الوباء، لأن منظمة الصحة العالمية استطاعت فقط أن تحصل على المعلومات التي كانت تقدمها الصين فقط، وفي الأسابيع الأولى المعلومات التي جاءت بأن الفيروس لا يمكن أن ينتقل بين شخصين مثلا، وهذا ما قالته السلطات الصينية لمنظمة الصحة العالمية لم يكن صحيحا. إذن الناس طبعا جازفوا واتخذوا خطوات لم تكن ضرورية حتى يسيطروا على الوضع، وأعتقد بأنه ما رأيناه يحدث الآن هو أن السلطات الصينية اتخذت بعض الخطوات داخل بلدها ولم تتقاسم المعلومات في ذلك الوقت
الوقت أو حتى الآن بشأن ما علموه. سيد بروين، الإجراءات التي اتخذتها الصين كما قال السيد لي أهمها وعلى رأسها العزل الاجتماعي. اليوم الناس نازلين بالأسلحة في الولايات المتحدة لا يريدون أن يلتزموا بهذه الإجراءات، يعني ما الذي تتوقع من الصين إذا كان الأمريكيون لا يريدون تطبيق هذه الإجراءات أصلاً؟ أعتقد بأن هناك أشياء عديدة. أولا بأن نفهم بأنه هناك بكل وضوح قلة أو نقص في الريادة في الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، وطبعا هذا ليس شيئا مساعدا، فهنا نحتاج من الرئيس الأمريكي بأن يكون أكثر قوة وأكثر عدوانية في التعامل مع هذه الأزمة، وأيضا لأن دولتنا طبعا محكومة بحكام وبحكومات فيدرالية، والناس لأسباب سياسية يريدون أن يضغطوا على بعض القياديين مثلا في ميشيغان أو مينيسوتا حتى يخففوا الإجراءات والقيود. طبعا هناك مسؤولية هنا في الولايات المتحدة في نقص القيادة، ولكن رغم هذا الأطباء والممرضون والذين يديرون هذه الأزمة يريدون معلومات من الصين حتى نتمكن من مكافحة هذا الوباء، وهذا هو النقطة التي تنتقد فيها الصين، وهذا ما نحتاجه من الصين حتى تقوم بدورها لإنقاذ حياة الناس. سيد لي، في الدقيقة المتبقية، الآن هناك مطالبات من بعض الجهات منها أستراليا وربما دول أخرى بأن يكون هناك تحقيق عالمي مستقل وليس بإشراف منظمة الصحة العالمية، لأنه يعتبر المنظمة منحازة إلى الصين بشكل من الأشكال. هل برأيك ستقبل الصين بإجراء تحقيق عالمي شفاف ومستقل في هذه المسألة؟ هذا جاء دوري. تفضل. نعم. تفضل سيد. نعم، هذا في الحقيقة نحن نؤيد التحركات و أعمال منظمة الصحة العالمية مثل معظم دول في العالم. إذا قام بأي تحقيق أو بحث علمي سوف نتعاون معهم كل تعاون، كما شرح الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيقوم بتحقيق مستقر تحت إشراف الأمم المتحدة، وأيضا سوف نؤيد ونتعاون معهم أيضا بلا شك، لأن نحن الصين كعضو دائم لمجلس الأمن الدولي والدولة تتحمل هذا ما أكشف. أما بالنسبة إلى الجزء الأول لكلمة هذا الخبير الأمريكي، لا أوافق تماما، لأن هو يعتمد على الأخبار الإعلامية بصورة أساسية، وخاصة بعض الأجزاء التي في صالح حكومة الأمريكية هو يختار ليتكلم هذه الكلمات والدلائل، ولكن هناك في جوانب أخرى في إعلاميين الأخرى تدل على على معاكس كلامه هو لم يختار. نعم، للأسف وقتنا انتهى سيد لي، اسمح لي على المقاطعة. وكما تعلم الإعلام الأمريكي يعني لا يمكن وضعه في سلة واحدة، هناك إعلام ينتقد الرئيس ترامب ليلا نهارا، ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر. شكرا جزيلا لك السيد لي وان تشينغ، الخبير في الشؤون الصينية، كان معنا من بكين. وأشكر ضيفنا من ولاية فيرجينيا الأمريكية بريت بروين، الدبلوماسي الأمريكي السابق. شكرا لكما. موعدنا يتجدد غدا في غرفة الأخبار. إلى اللقاء.